وطبعا ضمن العروض المميزة للفاب فاشن اند بيوتي اللي احنا بنقدمها النهاردة عروض مميزة جدا اكتر من رائعة، لان احنا بنقدم خصومات بتوصل ل60%. مش بس كده، كمان بتقدروا ان انتوا تحصلوا على كتيب التخفيضات اللي فيه العديد من المميزات اللي انتوا بتحصلوا عليها هنا، في توصيل مجاني، بالاضافة كمان لقسائم شرائية وخصم 10% قسائم شرائية بقيمة 50 ريال سعودي بتحصلوا عليها. كمان ما تنسوش ان احنا بنختار كل المنتجات بعناية من منتجات التجميل وايضا منتجات الفاشن المميزه. لو حابين ان تتابعوا كل منتجاتنا اللي احنا بنتكلم عليها هتتابعوها دلوقتي على موقعنا الالكتروني زي ما بنشوف على الشاشه www.citrustv.com. مش بس كده، لو حابين كمان سرعه التسوق بمنتهى السهوله تقدروا ان تتحملوا التطبيق الخاص بقناتنا على تليفونات الاندرويد وايضا كمان تليفونات الابل، علشان كده تكون عندكم متعه التسوق بسهوله داخل المنزل وخارج المنزل في اي وقت. طبعا التشكيله اللي مقدمين لكم اياها اليوم بعرض جدا رائع، تشكيله باسم السنه، مجموعه اكثر من رائعه. تفاصيل على التشكيله اللي مقدمين لكم اياها عن تابعها بهيدا الفيديو، وبعدها حذكركم بالاوفر المميز والرائع اللي مقدمينه اليوم. خلينا نشوف هالفيديو ونكفيه معكم. جلابيات سرايا تقدم لكم جلابيه السنه. جلابيه باللون الكحلي مصنعة من قماش الساتان الحريري. ومرصعة يدويا بأفخم الكريستالات والخرز الذهبي. تناسب جميع المقاسات لإطلالة ملكية وفاخرة. وإذا قمت بشرائها اليوم سوف تحصلين معها على جلابية ثانية مجانا باللون الأحمر وبنفس المواصفات الفاخرة، وتناسب جميع المقاسات. فقط بسعر 359 ريال سعودي. استغل الفرصة واتصلي واطلبي الآن. واو يا سماح، ايه العرض المميز ده؟ عن جد عرض ولا احلى من هيك. جلابيه السنه مقدمين لكم جلابيه اكثر من رائعه، مثل ما عم نشوف سوا الاوفر مع بعضنا. جلابيه باللون الكحلي، هيدي الجلابيه اللي شايفينها قدامنا اللي سعرها لوحده 359 ريال سعودي، لكن ضمن عروض الفاشن اند بيوتي رح تحصلوا مباشره معها على جلابيه ثانيه هديه. واو. باللون الاحمر. عن جد بتاخذ العقل، ايضا قيمتها 359 ريال سعودي. وانا كمان نفسها ومبسوطه بيها، واللون قد ايه حلو، التفاصيل بتاعتها كمان حلوه قوي زي ما شايفين، حتى الكريستالات اللي احنا شايفينها، اللون الازرق والاحمر من احلى الالوان اللي هي في الصيف اللي احنا بنحتاجها. طبعا حنبلش هلا بنحكي اكثر بالتفاصيل عن الجلابيه الاساسيه اللي حتحصلوا عليها اليوم وهي باللون الكحلي. مثل ما لكم شايفين هيدي الجلابيه اللي قدامي هون، صراحه يعني دائما سرايا بتعودنا على اللوك اللي كثير حلو على جلابيات الفخمه، وخاصه نحن عم نحكي عن جلابيه من قماش الساتان الحريري اللي تعودنا عليها دائما، اللي بتكون هي خفيفه كثير، صح، بتحمل تطريز كثير لكن بنفس الوقت منها ثقيله على الجسم. ابدا. اذا بنشوف الجلابيه اول ما بيلفت لنظرنا هو التطريز اللي جاي بمنطقه الوسط وهي عند الرقبه، وايضا الشك بيوصل لمنطقه الصدر. عم نشوف الكريستالات اللي لاول مره بنطرح بهالسايز الكبير والواضح جدا، واللي كل كريستاله من هدول الكريستالات قطعه مجوهرات، صح، تقطيع الدايموند اللي فيها اللي بتعطي انعكاس للضوء كثير حلو، بتخطف العين كمان. مزبوط، وهذا الحلو فيها. شوفي اذا من الكريستال الموجوده من منطقه الرقبه شوفي كيف اللمعه تبعهم كثير حلوه. اذا عم نشوفهم بالتفاصيل مع اشكال هندسيه عربيه، المربعات والمعينات بتوصل لهيدي المنطقه كانك حاطه عقد، وبيرجع هذا العقد بيعطي شكل كثير حلو، والكريستالات اللي تبعه كثير كثير حلوه، بيوصل لمنطقه طبعا هون وسط هيدي الجلابيه. لكن كمان جلابيه
بتيجي مع بطانة داخلية من نفس اللون، اثنين حزام داخلي سواء كان للبطانة أو حتى للجلابية نفسها لتحدد السيدة السايز تبعها مثل ما هي بتحب، أو حتى فيها ما تربطوا نهائيا، وخاصة السيدات الحوامل فيهم يكونوا أنيقين بنفس الوقت. إذا عم نشوف الحلو كمان رانيا بالجلابية نفسها، أنا حبيت هي اللي حاطين مثل هيك دايموند الصغار أو حتى الكريستالات الصغار الذهبي لتعطي هاللمعة اللي كثير حلوة للجلابية كيف ما تحركت السيدة، وهذا اللي هيك الكونتراست اللي كثير حلو اللي عاملينه بين الشكل الثقيل وايضا بالنسبه للشكل الثاني. وحبيت كيف مسكاها مثلا كده احنا الاثنين فردينها مع بعض بنشوف الشكل قد ايه حلو، عامله زي الفراشه بالضبط وانت فاتحه الجلابيه بتاعتك قد ايه شكلها جميل. شوفي حتى الاكمام كيف معتنيين فيهم بنفس الجماليه، اذا عم ناخذها هون لعند نفسها نفس التطريز واو. نفس الكواليتي حلو عامله زي اللؤلؤ بتلمع مزبوط. شوفي الفينشينج كيف معمول بطريقه كثير حلوه، مخيط من هون بطريقه كثير حلوه. هون مثل ما انا شايفين لايق عليكي كمان لون الكحلي مزبوط. على فكره انا ما كثير يعني من النوع اللي بحب اللون الكحلي، لكن كثير حبيتها، حبيتها قديش كثير خفيفه وايضا جايه الخصر تبعها كثير حلو. وهون مستغنيه اني احط اكسسوار كثير كبير لانه اللمعه بتكفي وبتعطيها كثير كثير جماليه. صح، واحلى واحلى حنشوفها على الصبيه اللي كانت موجوده معنا، وعن جد قديش لوك كثير حلو. عم نشوف اللون الجلابيه الكحلي واطلالتها على الصبيه قديش كثير حلو رانيا. طبعا قد ايه مميزه جدا اللون الكحلي الجلابيه اللي احنا بنقدمها النهارده بتصميم او موديل سنة، شايفينها على نيمة قد ايه جميله، حتى كمان كل الكريستالات اللي هي معموله يدويا ومصنوعه ومرصعه يدويا على الجلابيه، كمان طبعا الكريستالات اللي هي بالذهبي المرصعه على كل الكريستالات اللي احنا شايفينها او حتى على الجلابيه في جميع الانحاء، فبنشوف ان هي بتدي اطلاله وانوثه جميله وحلوه. بنشوف كمان الستان الحريري للجلابيه انه قد ايه خفيف. صحيح، خاصه ليكي في صبايا بيشوفوا فكروا انه شك كثير بطانه وطبقه ثانيه صح بيحرر حتى كمان شوب وحيعرقوا، لا هي شكلها هيك لكن عن جد هي كثير خفيفه. انا عاجبني كمان كل التفاصيل الموجوده سواء على منطقه الرقبه او حتى كمان التفصيل على الجلابيه كلها على بعضها، وحتى كمان على الاكمام الكريستالات المعموله منها الحجم بتاعها قد ايه كبير، وبنشوف حتى كمان التفاصيل الرقيقه برضو في كريستالات كبيره لكن التصميم بتاعها حلو، تصميم وحرفيه يدويه جميله جدا زي ما بنشوفها. وطبعا ماركه سرايا معودانا دائما هي بتقدم كل ما هو جديد تماما، الوان حلوه، تصميمات حلوه، انوثه جميله، انت طبعا بتعكس اطلالتك الانثويه الحلوه جدا من الجلابيه. وبنشوف كمان حتى البطانه بتكون يعني مخليه مع الستان الحريري ان هي اللون كله بيكون مركز اكتر، بتوضح اللون اكتر وكمان بتحمي شكل الجسم وبتكون كمان رطبه على الجسم، فبنشوف يعني قطعه مميزه جدا جلابيه قطعه فنيه قطعه مجوهرات على شكل جلابيه صراحه. صحيح، لتكون اطلالتك مميزه بكل المناسبات، خاصه نحن هلا على ابواب العيد وطبعا عروض فاشن اند بيوتي لتكوني جميله وبنفس الوقت انيقه كرمال هيك وتوفري فلوس كثير. وبعدين عرضنا انك تحصلي على جلابيه والثانيه هديه بالضبط. وكل جلابيه لها جماليه مختلفه، فانت حتكسبي اطلالتين مع بعض. صحيح، طبعا لانه نحن عم نعطيكم عرض جدا رائع، خلينا نشوف سعر السوق لهيك جلابيات. عم نحكي اقل شيء طبعا سعر السوق لهيك جلابيات مثل ما عم نشوف سوا مع بعضنا، عم نحكي عن 916 ريال سعودي. طبعا جلابيات ب 1100 طبعا التطريز بيكلفهم كثير، خاصه اليدوي والكريستالات الكبيره عم نحكي عن 800 وشوي 900 وشوي 1700، هذا اقل شيء طبعا بتحصلوا عليه. لكن العرض الرائع اللي مقدمين لكم اياه اليوم عرض ما بيتصدق، ما رح تحصلوا على جلابيه واحده، حتحصلوا على اثنين، اشتروا واحده واحصلوا على الثانيه مجانا بس تدفعوا 359 ريال سعودي. واو، رح تحصلوا على جلابيات السنه من ماركه سرايا. لكن الجلابيه الحمراء ما بتقل جماليه صح ولا لا؟ طبعا ما بتقل الجماليه، وزي كمان بنشوف اللون الاحمر بيليق على البشره الفاتحه، بيليق على البشره السمراء، وهنا بنشوف التفاصيل بتاعتها قد ايه حلوه، نفس القماشه المعموله منها الجلابيه باللون الكحلي وهو الستان الحريري قد ايه حلو، كمان اللون الاحمر عارفين انه قد ايه بيتماشى جدا مع اللون الذهبي، شايفين التطريز الرائع، حرفيه يدويه وصناعه برضو كمان جميله جدا، زي ما بنشوف ان هي عامله زي العقد زي ما قالت سماح
على اللون الكحلي الجلابية الحلوة، وكمان واخدة تصميم وشكل عربي حلو في نفس الوقت. كل التطريزات الصغيرة، وهنا بنشوف كمان الكريستالات اللي هي بالذهبي اللي موجودة من الداخل، وحتى كمان بنشوف اللمعة بالظبط. تحسي ان انت يعني مرصعة بالدايموند، مرصعة باللون. احكي لنا عليك، احكي لنا كيف عن جد انا حبيت اطلالتك. انا عكست حتى لون عيونك، كي لون عيونك فاتح فطلع كتير حلوة مع هاي اللمعة اللي انا جاي. حبيت كمان الحزام اللي موجود في البطانة، وحتى كمان موجود في الجلابية، وكمان التصميم بتاعها. وانا فردة ايديا حاسة ان انا عاملة زي الفراشة كمان، تماما حاسة انه مفيش اي حاجة تقيلة على الجسم، هي خفيفة جدا، وفي نفس الوقت كمان البطانة بتحمي شكل الجسم. صح. وبالتالي بنشوف ان التطريز قد ايه حلو، يعني بمجرد ما انا بعمل حركة بسيطة انا على طول ببرق، يعني اكيد هتخطفي الانظار، اطلالتك هتكون انثوية حلوة جدا زي ما هنشوفها دلوقتي على الشاشة. عم نشوف طبعا جلابية اللي عم تحصل عليها مجانا، ما بتقل أهمية عن الجلابية الأساسية، نفس المواصفات، نفس البراند، نفس الكواليتي، لكن لون مختلف لإطلالات العيد المختلفة. بتعرف نحن 4 أيام العيد لازم كل يوم نطل بإطلالة حلوة شيك وأنيقة. والأحلى والسر اللي دائما مع سيترس تي في، ما بتدفعوا كتير، مستحيل حدا يشوف هدول الجلابيتين ويقولوا حتحصل عليهم بسعر 359 ريال سعودي بس. أكيد طبعا، نحن أقل شيء بنحكي بآلافات، يعني هيك كل جلابية مع هالشيك والكريستال الغالي عم تحكي أقل شيء 2000-3000 درهم أو صح. ريال سعودي صح. لكن أنتوا هيدا العرض خلوه سر لإلكم. والحلو كمان فيكم تشتروا هيدا العرض، تاخدي جلابية إلك، جلابية لأختك، لصديقتك، تستغلوا هيدي الفرصة. صحيح. وكمان عجبني أنه حتى هنا بنشوف التفاصيل الحلوة على الأكمام قد إيه جميلة ورقيقة جدا. حتى كمان لو السيدة حابة أنها تلبس مثلا عقد أو حتى تلبس أنه حلق كبير، برضه بيبرز شكل الجلابية، بيكون المظهر بيكون أقوى وأقوى. وهنا بنشوف كمان الكريستالات الصغيرة اللي هي اللون الذهبي اللي طبعا منتشرة في كل أنحاء الجلابية، قد إيه حلوة، شكلها جميل جدا، وفي نفس الوقت كمان بتبرز وبتعزز اللون الأحمر مع اللون الذهبي، قد إيه رائع على البشرة الفاتحة، على البشرة الغامقة. شايفين إنه طبعا تصميم أكثر من رائع من ماركة سرايا المميزة، وكمان اللون قد إيه رائع على نيلما وعلى كمان عائشة. بنشوف هنا طبعا التفصيل كمان حلو، القماشة الستان الحريري قد ايه خفيفة جدا على البشرة ورطبة وجميلة، والسعر احلى واحلى يا جماعة على فكرة. اذا خليني ارجع اذكركم بالاوفر الرائع لاخر مرة بفقرتنا، فيكم تحصلوا اليوم وتشتروا جلابية باللون الكحلي بسعر 359 ريال سعودي، مباشرة رح تحصلوا على جلابية ثانية مجانا باللون الاحمر، طبعا تشكيلة السنة من براند سرايا. استغلوا الفرصة واطلبوا هيدا المنتج، رح نترك لكم فرصة انكم تطلبوه من خلال الارقام اللي حتظهر على الشاشة او ميزة صورية واطلبيها. لكن لا تروحوا بعيد، اللي ما لحق فقرتنا الاولى خليكم معنا، الفقره الثانيه حنحكي اكثر عن هذه التشكيله انا ورانيا. جلابيات سرايا تقدم لكم جلابيه السنه. جلابيه باللون الكحلي مصنعه من قماش الساتان الحريري. ومرصعة يدوياً بأفخم الكريستالات والخرز الذهبي. تناسب جميع المقاسات لإطلالة ملكية وفاخرة. وإذا قمت بشرائها اليوم سوف تحصلين معها على جلابية ثانية مجاناً باللون الأحمر وبنفس المواصفات الفاخرة وتناسب جميع المقاسات. فقط بسعر 359 ريال سعودي. استغل الفرصة واتصلي واطلبي الآن.
لكم مرة تانية والعرض الأكثر من رائع من جلبيات ماركة سرايا المميزة ومن أفضل الجلبيات اللي احنا بنبيعها على سيتروس تي في. كمان ما تنسوش ان احنا بنبيعها النهاردة وبنقدمها ضمن العرض المميز والحدث الأكبر على سيتروس تي في وهو فاب فاشن اند بيوتي، من أفضل المنتجات اللي احنا بنقدمها من منتجات التجميل وحتى كمان منتجات الفاشن. كمان بتحصلوا على تخفيضات بتوصل ل 60% والعرض متوفر فقط لمدة يومين. كمان بتحصلوا على هدية مجانية وهو كتيب التوفير في قسائم شرائية وتوصيل مجاني وغيرها وغيرها من الامتيازات اللي كل سيدة هتحصل عليها مع العروض اللي احنا بنقدمها. نعرف معاكي سماح على الجلبيات الأكثر من رائعة اللي احنا بنقدمها اليوم. طبعا التشكيلة اللي مقدمينها أكثر من رائعة، تشكيلة من مجموعة السنة اللي مقدمينها اليوم جلابية أكثر من رائعة. خلينا سوا نتعرف أكثر على هيدي الجلابية من خلال هيدا الفيديو، وبترجعوا كمان مسكركم بالأوفر مرة ثانية. جلابيات سرايا تقدم لكم جلابية السنة. جلابية باللون الكحلي مصنعة من قماش الساتان الحريري. ومرصعة يدوياً بأفخم الكريستالات والخرز الذهبي. تناسب جميع المقاسات لإطلالة ملكية وفاخرة. وإذا قمت بشرائها اليوم سوف تحصلين معها على جلابية ثانية مجاناً باللون الأحمر وبنفس المواصفات الفاخرة وتناسب جميع المقاسات. فقط بسعر 359 ريال سعودي. استغل الفرصة واتصلي واطلبي الآن. عن جد مثل ما عم نشوف عرض أكثر من رائع. صح. بتشتروا جلابية بتحصلوا على الثانية مجانا، أحلى عرض للعيد. إذا حابة تشتري لإلك أكثر من إطلالة وتطلي فيهم أو لإلك وصديقتك أو لأختك أو حتى لوالدتك. خليني أحكي بالتفاصيل أكثر عن الجلابية الأساسية اللي حتحصلوا عليها اليوم، وهي جلابية اللي أنا مرتديتها باللون الكحلي اللي كتير فخم واللي كتير حلو. مثل ما عم نشوف هي الجلابية اللي معنا جاية من قماش الساتان الحريري اللي مثل ما أنا شايفين كتير بتكون هدلة منا تقيلة رانيا، وبنفس الوقت في عنا بطانة داخلية. إذا عم نشوف البطانة الداخليه بنفس اللون، وايضا مع حزام لتحددوا سواء للجلابيه او حتى للبطانه منشان اي سيده مثلا ما تتاكد تماما انه ما حيشوف اي شيء من طبعا جسمها. هون عم نشوف اول ما بنطلع على الجلابيه بيلفت نظرنا الكريستال الفخم اللي مطرزه فيه يدويا. طبعا كريستالات، اول مره بنشوف هيدا الحجم الكبير من الكريستالات اللي جايه بقصه الدايموند اللي بتعطي هيدي اللمعه المميزه لما ترتديها السيده مثل ما شايفين هون اللي جاي عجد ملفتة للنظر. بصراحة جميلة، يعني إذا طلعت عليه ما فيك تشيلي عيونك من هاي المنطقة من كتر حلوة النظر. هون عم نشوف حتى التطريز جاي لمنطقة الصدر وأيضا موصل لمنطقة الخصر بنفس الفخامة الخاصة بالكريستالات. حتى الأكمام إذا عم نشوفهم وإذا بنقربهم هون طبعا نفس التطريز اللي جاي، نفس الفينيشينج عالي الجوده بنفس حتى اللمعه مثل ما انا شايفه. القماشه ناعمه جدا على 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 الجلد على الجسم كثير. هلا انا كمان بدي اشرح شوي علي اكثر انا اللي مرتديتها هون. اول شيء بدي ورجيهم، نحن كنا عم نلعب وقت الاحلام. شوفوا قد ايه خفيفه، شوفوا قد ايه هدله عن جد، مع انه فيها شك كثير بس فعلا فعلا ما بتحسي بوزن لها. صح صح. الكريستالات سواء هون كثير حلوه، سواء بمنطقه الرقبه حتى من وراء كلياتها مطرزه بتطريز عالي الجوده. الاكمام كثير حلوين لما بنفردهم ما بتحسي انه في تقل، عامله زي الفراشه، حركتهم كثير حلوه. فري سايز هيدا اهم شيء، شو ما كان سايزك رح تليق عليكي. وكمان خلينا نشوفها على الموديل قديش كثير كثير حلوه هيدي الجلابيه، ما بتقل جماليه عنك انت لما تلبسيها، حتكوني حاصله على نفس الاطلاله الملكيه اللي كل سيده بتحلم فيها. فعلا اطلاله مميزه جدا احنا شايفينها. كمان اللون الكحلي قد ايه لون رائع ولون حلو جميل جدا على البشره الفاتحه وحتى كمان على البشره السمراء، لكن على الفاتحه بنشوف انه قد ايه بيبرز الاطلاله، بيبرز الانوثه وكمان الرقه. كمان التصميم شايفين
قد ايه ان هو حلو بفضل كل الكريستالات المرصعه على الجلابيه، سواء اللي هي عامله زي الدايموند اللي حجمها كبير، حرفيه يدويه جميله جدا، جوده عاليه احنا بنتكلم عليها، قماشه خفيفه من الستان الحريري في نفس الوقت كمان بتخليكي ان انت مرتاحه وانت بتتحركي، وهنا مقاس موحد، وايضا كمان بنشوف انه القماش الستان الحريري قد ايه حلو، التفاصيل البسيطه الجميله اللي احنا شايفينها على الاكمام او حتى كمان داير ما يدور في الجلابيه على منطقه الرقبه بتدي اطلاله اكتر من رائعه، المزيج ما بين اللون الذهبي واللون الدايموند الالماسي وعلى كمان اللون الكحلي قد ايه بيكون حلو، تفاصيل حلوه لكن معموله بحرفيه يدويه عالية جدا زي ما احنا شايفين. مظبوط، جلابية أكثر من رائعة، بصراحة أنا بشوفها ما بتوقع أقل من 2000 3000 ريال سعودي، على هيك فينيشينج، على هيك ماتيريال عالي الجودة، وبنفس الوقت نحن على أبواب العيد، ليه تروحي وتدفعي مبالغ كثير طائلة لإطلالة إجباري حتغيريها بعد يوم، لأنه بالعيد أربع أيام لازم نلبس كل يوم إطلالة عيد غير شكل، ففيكي تحصلي على جلابيتين بسعر جدا تنافسي 359 ريال سعودي، عرض رائع مناسب لكل الصبايا اللي عم يتابعونا، اذا حابه تعملي اكثر من اطلاله بالعيد، اذا حابه تهدي حدا بالعيد هديه كثير مناسبه، جلابيتين بسعر تنافسي. التفاصيل بتاعتها حلوه جدا كمان زي ما بنشوف هنا، عم نشوف تفاصيلها كثير رائعه وكمان خفيفه كثير، وما ننسى كمان العرض الرائع اللي مقدمينه، ولكن خلينا نذكر اسعار السوق لهيك جلابيات. نحن اذا عم نشوف بمواقع اللي شهيره اللي بتجيب اسعار طبعا على اساس انه هي اسعار منا غاليه، لكن نحن الاسعار بتتراوح من 916 ريال سعودي لغايه 1200 واكثر بكثير. انا شايفه دي اسعار طبيعيه جدا، هي ما عم اقول لك انا مستحيل شوفها، وحتى هدول ما فيهم هالتطريز اللي كثير كبير، بنحكي عن 890 1723، لكن فعلا الجلابيات اللي احنا مقدمينها كثير حلوين والعرض احلى، ونتذكر السعر مع بعضنا رانيا وتحكي لنا على جلابيه الجيفت. السعر 359 ريال سعودي لو انت بتشتري الجلابيه اللي هي باللون الكحلي، كمان بتحصلي معاها على هديه مجانيه جلابيه باللون الاحمر، قد ايه عرض مميز جدا بس ب 359 ريال سعودي، وبفكرك انه عرض متوفر لمده يومين فقط، يعني على طول يا تلحقي الفرصه ما تلحقيهاش، فاكيد لازم تستغلي الفرصه دلوقتي حالا وتشوفي من سرايا الماركه المميزه اللي احنا بنقدمها. كمان بنشوف انه دي من افضل الماركات على سيتشز تي في، وكثير من الكاستمرز بيثقوا فيها. دلوقتي هنتكلم على اللون الاحمر، اللون الجميل اللي بيليق على لون بشره الفاتحه، لون بشره السمراء زي ما انا لابساه دلوقتي، اللون الذهبي قد ايه حلو، شايفين التفاصيل كلها داير ما يدور برضو على الرقبه، وحتى كمان التفاصيل على الجلابيه نفسها، قد ايه اللون الذهبي بيعزز اللون الاحمر وبيخلي فيه جماليه كده مختلفه، كمان هنا لون واو طبعا، وهنا حتى بنشوف اللمعه والكريستالات، وايضا دي حرفيه يدويه، يعني الكريستالات معموله يدويا مرصعه على الجلابيه، كمان بنشوف هنا الكريستالات الصغيره اللي هي باللون الذهبي، كمان بتشوف ان قد ايه شكلها حلو، برضو الخامه اللي احنا بنتكلم عليها هي الستان الحريري، وكمان التصميم الرائع والرقيق جدا على الايدين، شايفين التصميم شكله حلو، وفي نفس الوقت البطانه كمان باللون الاحمر زي ما بنشوف، وده طبعا بتخلي انه الشكل يكون حلو، الجلابيه كلها بتكون متجسمه على الجسم، شكلها حلو جدا، بتبرز اطلاله السيده، والحزام موجود في البطانه وايضا موجود في الجلابيه نفسها، بيخلي انه الخصر عندك حتى كمان بيكون شكله حلو وباين. هنا بنشوف كمان هي زي ما انت قلتي عامله زي الفراشه، بمجرد ما انا يعني بنشوف البطانه بتاعتها وحتى كمان الجلابيه نفسها خفيفه قد ايه في الحركه، كتير حلوه، ونشوف المودلز قد ايه شكلهم كمان رائع، حتى مع الاكسسوارز وحتى مع الوان البشره المختلفه قد ايه بتكون حلوه. بصراحه اللون الاحمر بيلبق للصبايا اللي بشرتها فاتحه، الصبايا اللي بيحبوا حتى الصبايا السمر، كثير حلو اللون الاحمر، مطلوب اللون الاحمر ما بيبطل، وخاصه باطلالات العيد وايضا ليله الحنه، بنعرف نحن بالعيد بتصير كثير مناسبات زواج وليله الحنه ولون السعاده والمرح، وتغير انه العيد كمان مناسبه كثير حلوه لانك تلبسي فيها جلابيات كثير حلوه، بنفس الوقت سعر كتير تنافسي ولا احلى من هيك، كرمال هيك عن جد هيدي الهديه قيمه جدا، الماتيريال تبعها عاليه الجوده، الكريستالات اللي فيها عن جد فخمه، برجع بقول العرض مستحيل تحصلوا على الاثنين بسعر 359 ريال سعودي، مجرد ما تشتروا جلابيه تحصلوا على الجلابيه الحمراء مباشره. واو. هديه عن جد عرض رائع، وبرجع بذكركم مده العرض 48 ساعه بس يومين، كرمال هيك بدكم تستغلوا الفرصه، ما تفكروا مرتين اول ما تشوفوا العرض، هو استحاله حتى يفكر مرتين سماح بعد زي احنا شايفين الاوفر، لا بس كمان يعني للاسف رانيا احيانا محدوده قبل ال 48 ساعه، مجرد ما خلصت الستوك
بتوقف عرض المنتج. كرمال هيك اول ما بيعجبكم تصلوا دغري تليفون مباشره. شايفه حتى كمان اطلاله مع الاكسسوارز، يعني حتى برضه هنا شايفين ميشا لابسه حلق طويل، في برضه كريستالات ثانيه طبعا، لكن كله على بعضه لايق، وقد ايه الشكل بيكون حلو جدا والاطلاله بتكون مميزه، يعني بتحسي ان انت عندك اطلاله ملكيه، ان انت برنسس داخله اي مكان، انت مبسوطه جدا. وطبعا الكريستالات اللي هي مرصعه في جميع انحاء الجلابيه بتدي بريق، بتدي لمعان حلو، يعني بتخطفي وبتلفتي الانظار من دخلتك على طول في اي مكان. مزبوط. خلينا نرجع نذكركم مره اخيره بالاوفر الرائع على هيدي الجلابيات اللي نحن مقدمينها اليوم من ماركت سرايا، وهي بتشتروا جلابيه باللون الكحلي بسعر 359 ريال سعودي، بتحصلوا على جلابيه الحمراء مجانا، عرض مدته 48 ساعه. صح. ما تنسوا ميزه ثوريه واطلبيها، بمجرد ما عجبك المنتج ثوري وبعطيها على الارقام المخصصه للواتساب سواء للمملكه العربيه السعوديه او لدوله الامارات، وايضا الارقام المخصصه لبلدكم اللي حتظهر هلا على الشاشه. مني انا ورانيا نودعكم، لكن دائما بنشوفكم بحلقات جديده خاصه سواء بالفاشن بالبيوتي وغيرها اللي كثير. خليكم دائما عم تتابعوا سيترس تي في. باي باي.